كنت ساكن في شارع عرضه تقريبا 6 متر، وكان الجامع تحت بيتي والميكروفون في بلكونتي. لما كان الأذان بيدن كان في الكنبة بتتهز في البيت، والبوتاجاز والتلاجة. حاولت أقنع نفسي إن التلاجة بتتهز من الخشوع والبوتاجاز بيتهز من الضراعة لسماع أذان المؤذن، لكن الحقيقة بالوقت اقتنعت إنها مفزوعة من صوت المؤذن ومن ارتفاع الصوت، كأنه اختبار للصمم. قلت لصديقي البواب الصعيد الرائع وأنا مرعوب بيفهمني غلط ويتصور إني لا سمح الله أقل تدينا وإيمانا من أخوه بواب العمارة التاني اللي بيأذن شخصيا، قلت له هل ممكن تشيل الميكروفون من البلكونة بتاعتي؟ تاني يوم استقبلني بمنتهى الفخر والثقة وقال لي خلاص حصل، شلت الميكروفون من بلكونتك. شكرته طبعا وسألته ويعني وعلقته فين؟ قال لي في بلكونة الأستاذ بطرس اللي ساكن في العمارة اللي قبالك. يا نهار ازرق، ليه كده؟ يومها قلت لزمايلي في الشغل ان في شقه قصادي هتفضى قريب لو حد عايز يسكن، لاني كنت متاكد ان الاستاذ بطرس هيعزل. المشكله ان الناس في مصر تخيلت ان الميكروفون مذكور في القران، وبدات تتعامل بطريقه ان المتدين الحقيقي هو اللي يعلي صوته، وهو اللي يشغل الميكروفون، وهو اللي يحط الميكروفونات في البلكونات، وهو اللي ينقل الصلاه على الهواء مباشره في الميكروفون، واللي يقول للميكروفون لا للميكروفون يبقى كافر او علماني او قليل الدين او قليل الادب. دخلنا باب الاسلام الميكروفوني اللي هو يعني اخترع ليه؟ اتقدم ليه؟ اذاكر ليه؟ انافس الغرب ليه؟ ما دام الميكروفون موجود. يا جماعه والله العظيم ثلاثه، بلال ما كانش بيستخدم الميكروفون، بلال بن رباح العظيم ما كانش بيستخدم الميكروفون. أيام ما فتح المسلمين العراق وفارس والشام ومصر ودولة قيصر وكسرى والأندلس ما كانش في ميكروفون. بل أنا بقى متأكد أن أحد أسباب تخلف العرب في العلم والاختراعات والتكنولوجيا وأحد أسباب التطرف والجهل الديني هو الميكروفون. إنسون اخترع الميكروفون سنة 1877، لكن أنا متأكد أن أكبر عدد من الميكروفونات في العالم موجود في مصر. ومن أول مرة حطوا ميكروفون قصاد المطربين في مصر سنة 31، بعدها بكام سنة بدأ يدخل الميكروفون الجوامع، ولما انتشرت الكهرباء صار شعار كل جامع ميكروفون واحد لا يكفي، وتحولت القاهرة من بلد الألف مئذنة إلى بلد المليون ميكروفون، وعندنا في مصر تقريبا ميكروفون لكل مواطن. تعالوا نشوف حالة تقريرية عن قاهرة ميكروفونية و خناقة وصراع ميكروفونات. تعالوا بس نشوف الحالة دي في تقرير ونرجع تاني نتكلم. المسجدين جنب بعض، لا يفصل المسجد هذا عن ذاك إلا حارة ضيقة جدا جدا. القضية بمنتهى البساطة لم تكن موجودة سابقا. ليه؟ لان ما كانش فيه الميكروفونات والقدرات العاليه اللي موجوده. مع مرور الوقت بدات الميكروفونات دي مع قوتها تبدا صوت الناس او صوت الصلاه او الاقامه في مسجد الشيخ صالح تصل الى مسجد السلطان الحنفي، والعكس صحيح ايضا. جبنا الميكروفونات الجهادي بعيد عن المسجد الاخر نهائي، واحنا اتجاه اخر عشان ما يبقاش فيه يعني ممكن تلغوش. واصبح احنا في مسجدنا هنا ورواد بتوعنا جمهور المسجد لا بيسمع صوت السلطان الحنفي خالص نهائي، ولا جمهور السلطان الحنفي بيسمع صوت الشيخ صالح نهائي، والحمد لله رب العالمين. الجامع جامد بيد بالميكروفونات، صوته عالي. الصوت العالي بيأثر على لو في طالب بيذاكر، في ام مريضه، في اي حد مريض، كل الحاجات دي كلها سلبيات. المفروض يبقى الاذان اذان شرعي والصوت يبقى معتدل. الصوت العالي انا ما بحبذوش. المقرئ لازم يكون كويس، اللي بيقرا قران كويس، اللي بيقرا تواشيح يكون كويس. وفي بعض خدام المساجد ما بيعرفوش ياذنوا كويس. لو الحنجره بتاعته عاليه يبقى الاذان كويس قوي. النهارده انت بتلاقي معادي الاذان ممكن تلاقي واحد من اللي قاعدين صوته وحش. طب ده ما يعرفش ياذن، يروح قايم مأذن.